وفي إطار جهد دولة الكويت لبسط السلم والأمن الدوليين وتسيير حياة المدنيين، صوت مجلس الأمن على مشروع قرار مقدم من دولة الكويت ومملكة السويد لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بمدة 12 شهرا. وللحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف السفير ناصر الهين، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الخارجية. سعادة السفير، حدثنا عن دور دولة الكويت في مجلس الأمن في المجال الإنساني. اولا مساك الله بالخير اخي العزيز، وايضا تحياتي للاخوه المشاهدين. بلا شك بان دوله الكويت لها دور بارز في تسهيل وصول المساعدات الانسانيه الى الاشقاء السوريين، فمنذ انضمام دوله الكويت الى مجلس الامن وسعى سعيا حثيثا الى جانب الاصدقاء من السويد بصفتهم حاملي قلم للشان الانساني السوري في دفع مجلس الامن لاتخاذ اجراءات وقرارات تسهم في تسهيل وصول هذه المساعدات. نعم. وقد يكون ابرز هذه القرارات هو القرار 2401، وامس فعليا قامت الكويت ايضا بجهد مع الاصدقاء السويديين في دفع مجلس الامن الى اتخاذ قرار 2449، وهو باستمرار الاليه لايصال المساعدات عبر المنافذ في الاراضي السوريه، والذي انشئ بواقع هذه الاليه انشئت بواقع القرار 2165، وتم التجديد لها امس لعام اخر الى نهايه عام 2019. سعادة السفير، هذه الآلية التي حددها مجلس الأمن بالاتفاق مع التقديم المساعدات لمدة 12 شهرا، كيف سوف تتم هذه الآلية عبر الحدود السورية؟ من أي الاتجاهات تقريبا؟ هل هنالك تفاصيل سعادة السفير؟ هو الاتجاه في أكثر من منفذ، المنافذ يعني حددت وفقا للقرار الآلية أربع منافذ، وهذه المنافذ تتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة العاملة على الأرض في سوريا، وهذا يعني هذه المنافذ هي السبيل لإيصال هذه المساعدات إلى الأشقاء السوريين. ليس بمستغرب سعادة السفير على دولة الكويت في العمل في المجال الإنساني، ولكن ما هي ردود الأفعال في مع صدور هذا القرار؟ ردود الأفعال بلا شك بأن كثير من الدول أشادت بالدور الذي تقوم به دولة الكويت في المجال الإنساني وغيره من المجالات، ويعني استطاعت دولة الكويت والسويد بأن تحصل على موافقة 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن ويعني امتناع دولتين. هذا يعد إنجاز يعني تاريخي بأن يحصل هذا القرار على هذا التصويت في ظل الأوضاع الإقليمية القائمة. نعم. سعادة السفير ناصر الهين، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الخارجية، شكرا جزيلا لك.